نادية، حديثنا انقطع بشكل مش واضح. صدقيني ما قصدتش اشي لما قلت لك بعبر لك عمليا، غير انه رح تشوفي بعيوني قديش مقدر لك انك عم تحكي معاي. بتمنى تفهميني صح وما نبدا على سوء تفاهم. انا بعتذر عنه من كل قلبي. بتمنى تتصلي فيه اول ما تقدر. شو كتير لطيف ومهذب، كتير اكلها من يكون متضايقه وزعلانه منه. ايه خلص لك القصة، ما بدها فلسفة، طلعي شوفيه وفهمي منه كل شيء، وبعدين يا بتقبلي يا بترفضي. صدقيني قلبي حاسسني انه حركات التقل هي ما لها طعمة. هيك قلتك؟ ايه هيك قلتي. طب المهم انتي كمليلي شو؟ عن ملهم؟ ما بعرف، عم نلتقي، ما بعرف شو بصير. بتحبيه؟ سؤال صعب كتير، مو حابة أسأله لحالي من هلأ. عم نتعرف على بعض من دون ما نسمي علاقتنا شي محدد، مو صداقة بس كمان مو حب. مرتاحين ومنسجمين، ما بعرف لوين منوصل. طيب ألو. إيه ماما، يلا ناسلة. يلا باي باي. في شي؟ لا ما في شي، بس هيك حتى لو بالبناية ما لازم اتأخر، بضل بتستفقدني كل شوي والتانية. معلش حبيبتي لا تتضايقي، حتى لو انزعجتي شوي بس صدقيني بكفي انه حسة معكم. تسلمي لي، يلا بشوفك. ايه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا الله. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. شو؟ ما عم بتفوت على عقلي هالقصة. هلأ هي ما بتفوت على عقل، بس يعني بتصير. بتصير؟ كيف يعني بتصير؟ وانت عم تتعامل معها بكل برادة وعم تضحك معها، لأ وتاريك عرفان القصة من أولها لآخرها. يعني بس بدي افهم أنا، كيف بتصلي وبعد شوي بتقلي إنه عادي الوحدة تكون خاينة لجوزها؟ ما عم بفهمها. وصال، فيني أطلب منك طلب؟ شو؟ حبيبتي، هلأ نحن متزوجين وقدامنا عمر كامل نعيشه أنا وياكي، بس بدي اطلب منك شو ما بدك تناقشي ناقشي، شو ما بدك، بس بصوت واطي وبدون عصبية. لا حبيبي انا ماني معصبة عليك انت. هلا علي ولا مو علي، كل شيء بينحل بالرواء. يعني اذا علي صوتك بصير المنطق تبعك اقوى؟ اكيد لا. بعدين شلون مو علي؟ انت هلا عم تهاجميني لاني كنت لطيف مع المخلوقة. يعني انا كنت عم حاول افهم انه كيف هالشيء بيزبط مع الدين والصلاة. ما بتزبط حبيبتي، ما بتزبط. بس أنا كمان مو شغلتي حاسب العالم، في رب العالمين هو اللي بحاسبهم. بعدين ما تنسي إنه هي رفيقة أخوكي صلاح، وإنتي بتعرفي شو صلاح بالنسبة لإلي، هو أكتر من أخ. بعدين مو كل المسائل بتنقاس بالمسطرة. أنا بحسب ما قال لي أخوكي هي المرة مقضية المقاضي مع جوزها، خنايق وخيانة وضرب وإهانات. أنا فيني حاسب واحد عم يسرق ومعه مصاري كتير، مثل اللي عم يسرق لأنه جوعان وبده طعم ولاده، وبنفس المنطق فيني حاسب مرة غلطت لأنه ما عندها أخلاق، مثل المرة اللي بتغلط وهي عايشة عن جوزها بجحيم، هو قاسي ولقيم عليها وخنقها خنق. تقبرني ما أحلى حكياتك. وصال حبيبتي، الرحمة من صفات رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم، واتنيناتهم لهم علاقة بالرحمة،
والبني آدم خطاءها، وخير الخطائين التوابون. تعرف؟ شو؟ حاسة بإحساس بحياتي ما حسيته. شو هو؟ الأمان. هلأ وأنا عم بسمعك كيف عم تحكي عن ربا، حسيت أني معك بأمان. بأمان ما في شي بيهزه بالعالم. يعني إذا قلبك مليان عطف ورحمة هيك على الغريب، فكيف رح يكون على مرتك ويلي رح تصير أم ولادك؟ أكيد حبيبتي أكيد، أنا رح أحطك بعيوني بإذن الله. تعرف؟ أنا وصغيرة كنت كتير خاف من أبي، بس كنت أحتمي بأمي الله يرحمها. بس هي ما كانت لعب إيدها الشي، لأنه كانت يا دوبة تحمي حالها. وبعد ما توفت أمي صرت خاف من أبي ومن مرته، بس صلاح كان دائما معي. بس لما يطلع هو وأبي برات البيت على الشغل تستفرد هي فيني. شفتي؟ هلأ فكري بهالحكي هذا شوي، ربا ولا مرت أبوكي؟ وشو جاب هي لهي بقى؟ ما هيك قصد، يعني مين بتحبي أكتر مثلا؟ يعني مين الإنسان أكتر بهيك حالة؟ ربا ولا مرت أبوكي؟ طبعا ربا. ها شفتي؟ وهي العلاقة بالرحمة كمان. هلأ ربا إنسانة ظريفة ولطيفة، وأكيد غلطت، وبجوز هي الغلطة كمان ما تغلط مرت أبوكي بيوم من الأيام. بس يعني بتضل هي المخلوقة ما بتغلط بحق حدا، يعني هيك مبين على القليلة. مزبوط. شبك؟ شو بني يعني؟ عريسي جديد وكل نهار ما قدر ينفرد بعروسته. عن جد اشتقت لي؟ لك طبعا عن جد اشتقت لي. شو عم تحكي انت؟ لدرجة كنت اقول لهم ارجعوا على الشام حلقوا وتركونا لحالنا باللادية. وليش ما قلت لهم؟ طيب شو بعرفني يا ستي خجلت هيك. خلينا نفوت على الغرفة. لا من الأول بقيها لجملة دخيلة كمان. تعي شوف. استنى تليفوني عم برن. هذا بيكون صلاح عم يطمن إذا انبسطنا باللادية ولا لا. خلينا منه هلا.